وخلال استضافته في نشرة سابقة في استديو مركز الأخبار، أكد الأستاذ حسام جابر محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية على ما شهدته مملكة البحرين في عهد جلالة الملك المعظم من تحولات عديدة ومتسارعة عبر المشروع التنموي الشامل الذي فتح آفاقا ومسارات واسعة للممارسات الديمقراطية الحديثة. أي مشروع تنموي يجب أن يقوم على أسس رئيسية، مرتكزات رئيسية. من ضمن هذه الأسس والمرتكزات القوية التي تحقق الإنجاز من خلاله هو المشاركة الشعبية الحقيقية. نعم. وقد لمسناها منذ ميثاق العمل الوطني ونسبة المشاركة التي وصلت 98.4%. هذه المشاركة عبرت عن مدى الوعي والثقافة التي تتمتع فيها الشعب البحريني على مر العصور والتواريخ في تحقيق الإنجازات. ثم انتقلنا إلى مسألة التعديلات الدستورية وما حملته من تعزيز الحقوق والواجبات وأيضا ترسيخ للقيم البحرينية الحقيقية من تسامح وتعايش وسلام. هذه التعديلات الدستورية أوردت بعدها ذلك مؤسسات تقوم على تحقيق الوعي الثقافي الحقيقي والممارسة الحقيقية نحو النهضة في مملكة البحرين. من هنا ننطلق إلى حتى في مسألة المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية، نجد أن المشاركة الحقيقية في الانتخابات، نعم، في آخر انتخابات وصلنا إلى 73%. هذا يعبر عن مدى الوعي عند الشارع البحريني، يعبر عن مدى التمسك من الشارع البحريني والشعب البحريني بهذا المشروع التنموي الشامل. وبالتالي هناك تعزيز الديمقراطية، هناك ريادة مملكة البحرين في هذا المجال، وأيضا أصبحنا نموذج يحتذى به ليس إقليميا بل عالميا.